فيتنام عام 1955. بعد سلسلة من الهجمات الجوية الأمريكية، انتبه المواطنون المدنيون الفيتناميون إلى جروح عميقة في أجسامهم، وبات الجميع يسأل عن السبب من وراء هذه الجروح. في نهاية المطاف اتضح أن الأمريكيين قاموا بجريمة بشعة كبرى، مستخدمين القنابل الفسفورية ضد الشعب الفيتنامي. ربما كان البعض حينها يتصور بأن الأمريكيين سيستخدمون هذه القنابل لهذه المرة فقط، لكن بعد مضي 49 عاماً، أي في عام 2004، كان هذه المرة هم المواطنون العراقيون من ذاقوا طعم القنابل الفوسفورية الأمريكية، وذلك في مدينة الفلوجة. كانت معركة الفلوجة في تشرين 2 نوفمبر عام 2004 شهدت مقاومة شرسة من المواطنين العراقيين مقابل القوات الأمريكية المدججة بالسلاح، إلى درجة وصفت فيه القوات العسكرية الأمريكية هذه المعركة بأصعب معركة بعد معركة مدينة هوي الفيتنامية. أمريكا ومن أجل كسر المقاومة الشعبية للمواطنين في مدينة الفلوجة قامت باستخدام القنابل الفوسفورية في هذه المدينة، الأمر الذي سبب بهجرة أكثر من 300,000 شخص من المدينة، ذلك لأن هذه المدينة لم تعد صالحة للحياة مع استخدام هذه القنابل. حول هذا الموضوع، وحسب ما قاله أحد الجنود الأمريكيين القاذفين لهذه القنابل، أنها وبعد الانفجار تسبب في إيجاد غيمة غازية بقطر 150 متراً، حيث كانت تحرق جسم أي موجود حي يقع تحتها بشكل كامل. لكن ترك آثار عميقة من الجروح على أجسام المواطنين في الفلوجة لم يتوقف على ذلك اليوم فحسب، فقد كتبت الاندبندنت كموقع خبري معتبر أن في تحقيقات شارك فيه 4,800 طفل من أهالي الفلوجة، تبين أن نسبة الوفاة بين الأطفال الرضع في مدينة الفلوجة هو أكثر بأربع مرات من الأطفال في الأردن وثمان مرات من الأطفال في الكويت، ويعد السبب بالضبط إلى الاستفادة من سلاح فوسفوري أبيض من قبل الأمريكيين في هذه المدينة. لكن في هذا الوسط، من إحدى المواضيع المهمة التي آلمت قلوب المواطنين العراقيين عام 2004 هي التبريرات التي قدمها الأمريكيون لاستخدامهم الأسلحة الفوسفورية ضد الشعب العراقي، بحيث أنه وفي نفس عام 2004 صرح بيتر بيتس رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية حينها وبكل وقاحة وقال: استخدام الفوسفور الأبيض أمر قانوني، وأن هذا السلاح هو سلاح حارق استخدم لدحر المقاومين العراقيين. بينما وطبقا لمعاهدة جنيف لعام 1980 يمنع استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين خلال الحروب وحتى ضد قوات العدو المتواجدة في المناطق السكنية للمدنيين، ورغم ذلك فإن المجتمع الدولي لم يظهر أي رد فعل جاد حيال استخدام أمريكا لهذا السلاح الفتاك بشكل مكرر في العراق.